ميدان رمسيس واحد من أهم وأشهر الميادين في مصر. هذا الميدان يكتسب أهمية تاريخية وجغرافية بحكم موقعه، هو الميدان اللي فيه محطة السكة الحديد، بالإضافة إلى أنه كمان الميدان ده بمثابة محدد لكل الاتجاهات التي يمكن أن تتجه إليها، وإذا أصيب هذا الميدان بشلل تصاب كل العاصمة بالشلل التام. عشان كده موضوع الباعة الجائلين في ميدان رمسيس اكتسب أيضا أهمية أكثر. في مشكلة تتعلق بأنه لو في باعة أنا بمشيهم يبقى لازم نجد لهم بديلا، البديل موجود، لكن المشكلة اللي هتستمعوا إليها أنه مش كل الباعة الجائلين تم تسكنهم في هذا المكان البديل، وبدأوا يتحدثون عن محسوبية وعن ما يمكن أن يسموه استغلال نفوذ وتوزيع غير عادل. تعالوا نشوف هذه المشكلة. أولا، الباعة الجائلون يتحدثون عن مشكلة نقلهم إلى مكان آخر. دلوقتي انا مش طالبه كتير، انا عايزه مكان اكل فيه عيش، انا بربي في عيلين متطلقه ماليش حتى معاش. خمسين سنين بربي تمام، بنتي ميته في حاسه وزي مالي 5 ايام، وانا قاعده بقالي 50 سنه بيا باكل عيش وباكل اليتامى عيش. بقالي 50 سنه في كلوبيه وبياعه من وين بنتي صغيره، وقالوا هيشيلوا كلوبيه ولا هيشيلوا الفجاله، رحنا نجيب نمر قالوا لنا لا النمر مالكمش حاجه، اللي جايين علينا جداد هم اللي خدوا، احنا ازاي ما ناخدش يعني؟ قالوا في كلوبيه اقفوا على جوه، دخلنا جوه هنا راحوا جم خدونا. انا بقالي 30 سنه في ميدان رمسيس شارع كلوبيه، ماشي اتبهدلت وجالي السكر وجالي كل حاجه في ميدان رمسيس، ماشي ومش لاقي اكل، معايا 7 عيال اكلهم منين؟ الغلبان يموت، انما المستريح ينصب على 2 مليار وقاعد باشا في نادي الصيد، انما البياع اللي انا معايا 3 عيال، انا ساكن بالايجار انا قاعد عند حماتي وجوه عدمونا. ادي اللي اقدر اقوله، حسبنا الله ونعم الوكيل. المحافظ بيقول افرشوا على جنب، نخش نفرش على جنب، يجوا البلديه ياخدونا، مش هيخلوا حد يفرش، لا المباحث ولا بتوع الحي شافوا لنا نمر زي ما بقول هنعمل لكم نمر وهننقلكم، الكلام ده كله ما فيش اي حاجه حصلت منه. ما انا عايز ظهر عن وكيلها من الشارع، لو قعدنا يوم ما اديناش الشارع ما نلاقيش ناكل، هنديم نسرق يعني. اللي حصل دلوقتي لازم كل واحد ياخد حقه. لازم كل حاجه زي ما هم بيعاملوا ضميرهم والشعب معاهم في كل حاجه، الشعب معاهم. في ثوره معاهم، في اي حاجه معاهم، لازم يريحوا الشعب، الشعب ده في ناس بتبقى اليوم بيومهم. موجودين في ميدان رمسيس في قلب محافظه القاهره. النهارده والحمد لله احنا بننفذ خطه نقل الباعه الجائلين من ميدان رمسيس الى موقع اخر في احمد حلمي، المكان الاخر ده مكان مجهز يسع الى حوالي 600 بائع مجهز بشكل جيد. كانت هناك في الفتره الماضيه يعني مداولات مع الباعة الجائلين هنا بالنسبة للمكان، ومتفق ان النهارده تتم عملية النقل، وبالتالي النهارده في تعاون كبير جدا ما بين محافظة القاهرة وما بين مديرية أمن القاهرة ووزارة الداخلية طبعا، وما بين قيادة المنطقة المركزية العسكرية، وفي عملية النقل ونقل البائعين. احنا عندنا هنا مجموعة عربيات بتساعد البائعين ان ينقلوا البضايع بتاعتهم. المكان اللي موجود هناك مكان نظيف، في دورات مية، في كهرباء، في دواليب للباعة الجائلين. الميدان رمسيس ان شاء الله بإذن الله النهاردة هتدخل فيه معدات ومقاولين لأعمال إعادة تأهيل ميدان رمسيس مرة تانية. We'll be right back.